بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دور نمو ناكسان ورك مدحديسي مسؤولين تهيدا قرحمتيغا يبرك عياشا غران كايا سوق بقبية مشروع لغفل اللي يقبل الله مرودي تشيع تقلير يا أولا يدا مشروع عاسب شايدة يسو هايدي لوغا دوبا هيا هايدا ورشادي ان انت اللي قولي يسقي وحبوغا قبلها وغياها رمها الدباد دي امريكان كامسار أنتونيو بليكين ايا كوي دي يهي دولاد الروج كوي ني عمتاد اوه دي سنة سو سيدا قوب كتغال كي دي مركي اي قدو ميسي ادى كذاها يوكريني كوي على بد مدو لدعا كلي وزارة الدفاع عدالك الروج كايا شاكتين يسب وحلق عانتا وقوب بيغان عدامة دي دو مقالة حابيت كاماري بول كي دي مركي عدامة دي يوكرين قبل كا سي قبوت كا كدي جينا يهي حرونتا ورشد بيرتوايس بيبين دادوينها دالك إسرائيلية هي عدكو ذا كريبان هي دور شبار لمانو دالك سيكا بلافن تايدا تردوبا يتوان مليان يلاوا بقول او كونو قوفا يودو انك شيهين عدكو ذا ديبتان انتا سيخيارتنا ديگي ساني سايوا قوضبا دا دورون وركا يگا دور نما مرسلية هاتنا يسابيو سم مسؤولين تهيدا قحونتيغا هي براك عياشا غرانكا يا سوغا بقبي مشروع لغفرين يا قبل هذا مرودي تشيح تقدير يا اوضل يا مشروع عاسو تشيدي دي سو هايدي لوغا دو باهيا هايسا بلشادين انت نقول يا سيدي وحلوغا قبل لها اقسمها واحد براك عياشا هيدا قحونتيغا يا براك عياشا غرانكا محمود يوسف علي ايا واحا وكور رمي ان اي سوغا بقبي مشروع لوغو تلقى ديدك نقول اسكناك عشان ايان هايدا قوحنتيق يبرك عياشا غران كايا هايدا كونسين والوايد يدو مشروع عاسي تاياقي رديسا او بيحيي ميدوغا يوروب باح مشروع عاسي لقفو ليه قبلادا مرودي تشاه عوضل يتوغل يرقار هانا مغالوين كواوين قبلادا سي يدو دادكي كفايديسا مشروع عاسي كميدو هايين قويساسكا هددكا واوين اي كوچران قويساسكا هاوينكا اورليدا يدل يرادا قسمه واحد بركه عياشا هيدا قحنتي يا بركه عياشا قرانك وحا كلا و حسين ان كورمير كاني و يهي ميدا هيدا هان كوسو سميين قيبتا ددكا واوين يا هوانكا ورليدا صدر دي مقاليه مشروع عاسي كسعودي او اي سو كورميرين شقاله كسعودي هيدا قحنتي يا بركه عياشا سومالي لاند او كورجليي قابك وفل مشروع عاسي يدو شغالها سيكا سعوديها يدى سيكو حنتيغ يبرك عياش ويسو الوريين وحي تلبحينا هايد اي دادكي تعبر رضا سيكا فايديستي اي سو تشيديين كبا قبادي اقا سيما واحدة برك عياش هايد اقو حنتيغ يبرك عياش غران كمحبيد يوسف علي وحاوسي قارا وحصي ان اي لغا ممارمان تهي ان مشاريع دا لكور ميرو استمركانا لغو سمي يدو بقال سيلو قادو ان دادكي اوبانا اي غارينيين كلا ogayaha arimaha dibadda Mareykanka Mr. Antonio Blinken ayaa ku eedeeyay dawladda Ruushku inay cuntada u adeegsanayso sida hubka dagaalka kadib markii ay gadoomisay dekedaha Ukraine ku yaala badda Madow. Antonio Blinken waxa uu intaas ku daray in Ruushku ku talagalay in shacabka Ukraine ay la kulmaan cunno yaraan iyo gaajo isagoo awood military ku xanibaya dekedaha Ukraine isla markaasna uu furi karo dekedahaasi Ukraine hadii laga qaado cunno qabatay inta saaran geesa kala Mr. Antonio Blinken waxa uu sheegay in uu ka dalbaday golaha amniga ee bulshada caalamka ba inay ku cadaadiyaan Ruushka inuu dekedaha Ukraine oo golaado maraakiibta in ay qamadiga ka qaadaan sidoo kale gargaarka dalkaas u socda ay geeyaan wakaasi radio Hargeysa codka Jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa kala socotaan. Wasaaradda difaaca ee dalka Ruushka ayaa sheegtay inay si buuxda gacanta ugu dhigeen ciidamadeedu magaalada xeebeedka Mariupol kadib markii ciidamada Ukraine gabowdka ka dhiganayay xarunta warshada Birtwaystiben. Waxaa lagu tilmaamay guul istiraatiiji ah oo soo yeetay ciidamada Ruushka markii ay la wareegeen magaalada Mariupol iyadoo waqtigan xoojin doona sida ay gacanta ugu dhigi lahaayeen guud ahaan gobolka Donbas ee dalka Ukraine kaasi oo ay dagaalo xoogan ku dhaxmarayaan ciidamada Ruushka iyo kuwa Ukraine. Geesa kala xukuumadda Ruushka ayaa maanta si rasmi ah u joojisay gaaska iyo shidaalkii ay u dhoofin jirtay dalka Finland kadib markii dawladda Finland diiday in gaastaasi iyo shidaalka Ruushka ay ku iibsato lacagta dalkaasi.
دولها ضلك أستراليا هي عتكو ذاك دي بنا يدور شبع لمان وضل كاسك بلعبن تيجي تضبا يتبن مليون يلا بقول أو كن وقف يود وانك شيء هنا عتكو ذا ديتان لما ذا حسبي مدي هم حافظ كي كشقالها يا سيادة وقول والله ما يهو قايمين تحكم هذا ضل كاسي يلا رسال علينا يا حسب كشقالو كقول يسند ونا كرات شبع لمان كين تاوكو بدن حسب كشقالها يهو قايمين مستر أنتونيو Albanese ayaa ballan qaaday in arrimaha bulshada shacabka Australia wax ka qaban doonaan sida caafimaadka asay sheekh xisbiga mucaafidka ee hoggaamiyay wasaaraha dalkaasi Stuart Morrison ayaa dhinaciisa ku ballan qaaday in wax weyn ka qaban doono cimilada isbedelaysa ee keymaha Australia ee gubta waqtiyada kulaylaha taasoo natiijada doorashada la filayo in lagu dhawaaqo maanta iyadoo looga baahan yahay xisbiga soo dhisaya xukuumadu inuu helo wax ka badan 76 kursi ugu yaraan 3 qof ayaa ku dhintay duulada magaalada caasimadda Dimashq ee dalka Syria halka tiro kalena ay ku dhaawacmeen sida ay baahisay wakaaladda wararka ee xukuumadda dalkaasi ee Sana wakaaladda Sana waxay intaas ku dartay in weerarkaasi ka dhacay waqti habeenima iyadoo diyaaradaha Israa'iil ay gantaal ka soo rideen buuraleyda Golan Heights si ay gacanta ku hayaan asaate ciidamada difaaca cirka Syria ayaa inta badan hawada sare ku burburiyay gantaalihii ay soo rideen diyaaradaha Israa'iil geesa kale xukuumadda Syria ayaa daacwad ka dhana dawladda Israa'iil ugu dibisay golaha amniga qaramada midoobay iyadoo ku eedeysay inay caado ka dhigteen inay duqeyn dhinaca cirka la beegsadaan diyaaradaheedu gudaha Syria halka dawladaha reer galbeedkuna ay taageeraan argagixisada iyo mucaaradka ku sugan gudaha Syria si xilka looga qaado madaxweyne Bashar al-Assad warkii uu kala socoteen radio Hargeysa codka jamhuuriyadda Soomaaliland khiyaartan dhageysanaysay waa naga intaasi doornimadan maanta haatanna faalladii warka ayaa idinku soo maqan.